الصمت حداد على روحها. نسأل الله إنها تكون خاتمة الأحزان لمجتمعنا. باسم الهيئة الإدارية للحراك الشباب الرناوي منرحب بالحضور فرداً مع حفظ الألقاب. وجودنا اليوم هو بالأساس نتيجة لمشروع اللي وضعناه إنه ننهض بالريني ثقافياً وتربوياً. عملنا من الدقيقة الأولى على وضع هاي الخطة لأنه بالفن نرتقي، وبالفن ممكن نوصل رسائل المحبة ونوصل كل حرف حكاية لكسيس حنا إنه إحنا موجودين بهذا العالم وكل إنسان فينا عنده دور إنه يقدم. والفنان التشكيلي في كل لوحة يرسمها يوصل رسالة معينة، إحساس معين. يعني مش راح يكون معرض الريني بلدي 2019 الأول المعرض الأخير وفاتحة مستقبلية لنشاطات مشابهة. نلزم قدام البلد وقدام الكل انه هذا دورنا كشباب. اجينا مع سقف طموح عالي جدا للسلطه المحليه ونتامل انه نكون عند حسن ظن كل حدا فينا. نرحب فيكم من جديد، بديش اطيل عليكم بالحكي. بدعي للمنصه شريكي اللي كان معي من الدقيقه الاولى لنواد الحراك الشبابي احمد بصول ابو كامل. تفضل احمد. هذا الشخص من أول لحظة دعمني على مستوى شخصي وآمن بالفكرة اللي أنا حكيت فيها. وأنا اليوم موجود وبشراكة تامة معاه حتى نقولكم إنه الشباب ووحدة الشباب وبصدق الاتجاه وبصدق المبدأ ممكن ننهض ونغير للأفضل. اسمحوا لي إنه اسم الحراك الشبابي يرحب فيكم زميلي أحمد، وبعدها منع تعريفة الحفل التابع البرنامج عشان ما بدنا نطيل الوقت عليه. وأهلا وسهلا فيكم جميعا. مساء الخير وأهلا وسهلا بالجميع. مظبوط، ترك شوت كبير تشوف الحشود والحضور الكريم. شكرا لكم جميعا على الحضور، شكرا للفنانين كلهم. عشان ما أطولش عليكم تتم اللي حكاه أبو شريك، احنا بالحراك الشبابي كل شيء بنؤمن فيه بنحكيه وكل شيء بنحكيه بننفذه. وهذا البرنامج هو نقطه لاول الغيث، بس اللي جاي مش طوفان، اللي جاي بس خير لانه شيء بناء. وان شاء الله هي اول الطريق، وبنوعدكم في كل برنامج اجتماعي او تربوي اذا ما كانش الحراك الشبابي جزء منه راح تشوفوا البصمه تبعتنا هناك. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم جميعا. السلام عليكم، يسعدني ان اكون بين ابناء بلدي وبين الفنانين من ابناء بلدي وضيوف هذا المعرض. هذا العمل اللي انا قمت فيه هو عمل اللي يعيد تاريخ ومجد هاي البلد وبالذات العين. كيف كانت العين القديمه قبل أن تهدم في سبعينيات القرن الماضي ويقام مكانها بناية المجلس المحلي الحالي. من خلال هذا العمل حبيت أني أنفذ رسالة لأهل بلدي وللمسؤولين أنه لازم نحافظ على وجودنا، لازم نحافظ على ما تبقى من البلد. وكما كتبت هنا أطالب بإعادة بناء هذه العين كما كانت وفي موقعها الأصلي.
بحب بس أقول إنه هون كان في أوضة اللي أنا تعلمت فيها صف تاني، هون تعلمت صف سابع، هون تعلمت صف ثامن. يعز علي كل ما أجي أشوف كيف إنه هاي الأشياء عم تختفي. فأنا بطالب وإنه إحنا كمجلس كأهل بلد نحافظ على ما تبقى، وإن شاء الله نلتقي في معارض جديدة اللي من خلالها كمان ننمي الثقافة في بلدنا العزيز. شكراً.